احنا عم جولة على ابرز المحطات الفنيه والثقافيه، وقبل ما نحكي عن المواعيد المقبله بنضوي شوي على المواعيد اللي صارت امبارح، من بيناتهم مهرجانات دوما يلي افتتحت فعالياتها امبارح بامسيه مع الفنان جمال ابو الحسن بمرافقه كورال الفيحاء وفرقه مرحبتين، وخلونا نشوف كيف كانت الاجواء بهالمشاهد. بقول انه بعد عندنا مشاهد تاني هلا رح نرجع نشوفهم. بدي اذكر انه على ملعب نادي دوما اذا افتتحت مهرجانات دوما فعالياتها امبارح بامسيه مميزه جمعت بين الموسيقى، العروض البصريه، الغنى والرقص بامسيه ما بتشبه غيرها. وبذكر انه المهرجان بيتابع فعالياته، بنبقى بنذكر بابرز محطاته تباعا خلال برنامجنا. خلينا نشوف مشاهد اخرى من الفنان جمال ابو الحسن وعرضه يلي قدمه امبارح. إذا هيدي لمحة عن مهرجان دوما يلي افتتح فعالياته مع الفنان جمال أبو الحسن، فرقة كورال الفيحاء وأيضا فرقة مرحبتين للرقص. رح نتابع مع أخبارنا المقبلة القريبة بين اليوم وبكرة. مهرجان دور شوير بيفتتح فعالياته اليوم بأمسية مميزة مع الفنان ملحم زين، على أنه يتابع بكرة بتحية للجيش اللبناني مع الفرسان الأربعة والفنانة باسكال صقر. وبذكر هالمهرجان مستمر لعشرين آب، بنسمع من الفنان ملحم زين. من دهور شوير الى كفر دبيان يلي عم تعطينا تقريبا كل اسبوع موعد بامسيه مميزه مع احد فناني لبنان او العالم العربي، الموعد اليوم مع الفنان جورج وصوف بقلعه كفر دبيان. إلى عروض الأفلام الانديو مع مؤسسة إميل شاهين للثقافة السينمائية، بتعطينا موعد نهار الاثنين بعرض لفيلم جديد، وهالمرة الفيلم شيكاغو من تمثيل ريتشارد جير، رينيزا الويجر، كاترين زيتا جونز، من إخراج روب مارشل. هالفيلم اللي حاصل على أوسكار أفضل فيلم عام 2002، عرضه إذن الاثنين 1 آب الساعة 7 المساء، ومنشوف بعض المشاهد. Six feet under, but she was granted one more star. The convent of the sacred heart. When did you get here? 1920. How old were you? Don't remember. Then what happened? I met a muss and he
ضوينا على بعض المحطات المقبلة. وقبل ما نختم كمان بننقل بعض المشاهد يلي كانت امبارح على مسرح مهرجانات بيت الدين الدولية بأمسية بعنوان يا عاشقة الوردي، تحية للفنان الكبير زكي نصيف. رح نشوف بعض المشاهد هالأمسية يلي طلوا خلالها سمية بعلبكي محافظ الألقاب طبعا، جوزيف عطية، زياد الأحمدية، ورنين الشعار. خلينا نسمع وبرجع بكفي. كنا عم نشوف ونسمع الاغنيه الختاميه اللي ختموا فيها هالامسيه من بعد ما قدموا وعلى مراحل عدد من اشهر اغاني الفنان زكي نصيف، ان كانت اغاني له او اغاني لحنها لفنانين اخرين مثل طلوا حبابنا، اهلا بهالطلي، اشتقنا كثير، وغيرها من الاغاني. الفرقه الموسيقيه كانت بقياده المايسترو قليل عليا، وعلى البيانو الفنان جي مانوكيان بمسرح عن جد غصت فيه العالم، مسرح 100% كان مفول. وتحية لبيت الدين يلي عم نحيي من خلالها كمان فنانين كبار مثل زكي نصيف. قبل ما نختم، الوزير السابق مروان حمادي والرأي العام هن ضيوف زميلتنا وردة اليوم بصالون السبت عبر إذاعة الشرق ابتداء من الساعة 8:30. أحوال طرقات؟ المؤهل جهاد ابو زكي من غرفه العمليات المشتركه التابعه لهيئه اداره السير معنا على الخط لناخذ منه تفاصيل عن وضع الطرقات حاليا كيف عم بيكون، يعني بعده السبت الصبح وبعتقد اكيد طرقات هادية نسبيا. صباح الخير. صباح النور لكل المشاهدين. الحمد لله. تفضل. مثل ما ذكرتي حضرتك، اجمالا كل نهار سبت بتكون الحركه خفيفه خجوله على مداخل بيروت وضمن شوارع العاصمه، يعني بهالاثناء المدخل الشمالي على امتداده من جوني وصولا لبيروت، وبالعكس عم بيشهد حركه طبيعيه. نعم. وايضا المدخل الجنوبي خالدي باتجاه الانفاق وخالدي باتجاه الاوزاعي الجناح. ضمن شوارع بيروت ما في عجقه سير، طرقات خاليه ودون اي عوائق على الطرقات. هيدا بالنسبة لحركة السير الصباحية لليوم. نعم. أما بالنسبة لحصيلة حوادث السير خلال فترة الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة 14 حادث نتج عنهم قتيلين و 18 جريح. توزعت الحوادث على الشكل التالي: بيروت حادث جريح، جبل لبنان 6 حوادث قتيل و 9 جرحى، البقاع حادثين قتيل وجريحين، شمال 4 حوادث 4 جرحى. نعم. جنوب حادث جريحين. نعم. أما بالنسبة لحصيلة مخالفات السرعة الزايدة التي ضبطت بواسطة الرادارات، مجموعة 699 مخالفة سرعة زايدة. هذا كل شيء، وبتمنى لكم ويك أند حلو. بنتمنى على المواطنين دايما كمان يتأيدوا بالسرعة، ما يلتهوا بالسلولار أو بأي شيء تاني، لأنه كل يوم عم نسمع بهالعدد من الحوادث وكل يوم في ضحايا للأسف عم توقع على الطرقات، وبالنهاية لازم كل شخص يتحمل مسؤوليته ومسؤولية الغير كمان بس يكون على الطريق بسيارته. نعم. بحب ضيف شغلة كمان، لأنه القتيلين نتيجة صدام بين دراجة نارية وآلية. كمان سائقين الدراجات النارية ضروري يلبسوا الخوذة الواقي لهم أثناء قيادة الدراجة، لأنه بترد عن حياتهم. طبعا طبعا. نتشكرك المؤهل جهاد أبو زكي، وتحية لك ولكل عناصر غرفة العمليات المشتركة. نحن رح نتوقف هلأ مع بريك تاني، ومن بعده منتابع أخبار الصباح مع تقريرنا المنوع لليوم. ضلكن معنا.